يقول سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، صنم، حجر، مراقد، أضرحة، شجر، حجر، صور، جن، إنس، كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو طاغوت. ليس الطاغوت هو الحاكم الذي كما يقول القطبيين الذي يحكم ما أنزل الله، وهم أول الناس لا يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى. والدليل قتلهم لأهل القبلة، هذا أكبر مروق من الدين، أكبر مروق من دين الله سبحانه وتعالى، أن تقبل أن تقتل أهل القبلة وتكفر الناس بالمعصية وتكفر الناس بالجملة، هذا أكبر مروق من الدين، فهم طواغيت. فإذا كانوا يسمون الذي يحكم في بعض المسائل بأنه طاغوت وكافر، فكيف بمن يستحل الدم الحرام وليس معه دليل من كتاب ولا سنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ينظر إلى الكعبة، يقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله سبحانه وتعالى، ولكن حرمة دم المؤمن عند الله سبحانه أعظم من حرمتك. وفي الحديث الآخر يقول الله سبحانه وتعالى: واجتمع أهل السماوات والأرض في سفك دم امرئ مسلم لأدخلتهم النار ولا أبالي. فكيف بمن يقتل عشرات والمئات والألاف بل والملايين، أو يتسبب في قتل الملايين، لأن المتسبب مثل الفاعل المباشر الذي يقول اقتل مثل الذي يباشر القتل، هم في الإثم سواء، وفي إقامة الحدود أيضا حدود سواء. لو هناك حاكم يحكم بشرع الله يحكم على الفاعل وعلى المحرم بنفس الحكم. فالذي تسبب في سفك دماء ملايين المسلمين وهو قابع في قصره بين حريمه وأولاده عليه من الإثم، عليه إثم ملايين هؤلاء الناس الذين قتلوا، أو عشرات الألوف أو مئات الألوف الذين قتلوا والذين رملوا والذين تيتموا والذين فقدوا، وعليه إثم هؤلاء. ولا ينفعه لا رئاسة الاتحاد الخوارج ولا تايتل أو لفظ أو لقب علامة، لا ينفع هذا الشيء بشيء عند الله سبحانه وتعالى. وعليه سقط، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خاصة إنه إلى هذا اليوم مصر على الاستمرار في دفع الشباب المسلم لقتل بعضهم بعضا، ولدفع ويدفع المسلمين لقتل بعضهم بعضا في كل بلاد المسلمين السنة. لا يستطيع ولا يجرؤ أن يقرب من بلاد الروافض، بل هو يعمل لمصلحتهم. ولذلك الروافض والدواعش هم حلفاء وجهان قبيحان لعملة واحدة، وهم في الشرع خوارج. الروافض والدواعش خوارج مارقة كما سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يسميهم مارقة كما سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.